شكرا جزيلا. الحقيقه يعني نقل الفرحه من ارض الملعب بيبقى ليها طعم تاني، وشايفين طبعا طبعا لمراسم تسليم الجوائز الف مليون مبروك. خليني اقول ان النهارده الحضور الجماهيري هو اللاعب رقم واحد، وجود النهارده الجماهير بهذه الكثافه. الحقيقه احنا كناش متوقعين ده امبارح، كان في بعض الجماهير النهارده ما فيش مكان في الصاله اللي قدم. الحقيقه ده اللي فيدل على وعي كبير من جمهور النادي الاهلي اللي هو اللاعب رقم واحد، اللي بنشكرهم شكرا جزيلا على مجازره الفريق. خلينا نقول ان احنا شفنا هذا المنظر كمان مع فرقه البنات الطايره في البطوله العربيه، وعي كبير من جمهور النادي الاهلي، بس مش العاب الرجال، وده اللي بقوله، العاب الصالات رجال وسيدات، بنقف وراهم بنفس المسافه بنفس القوه بنفس التأييد. لحظات جميله، التسليم، المراسم. طبعا خلينا اقول يعني كلمه كابتن بيسا على الهواء، الاهلي اسطوره كل يوم بطوله. هي دي الحقيقه، كل يوم النادي الاهلي بيخش بطوله، كل يوم النادي الاهلي بيرفع شعار النادي عاليا. شفنا طبعا استاذ محمد الضماطي عضو مجلس اداره متواجد هناك وبيأذن الفريق، وكمان بيسلم الجوائز وبيشارك في تسليم الجوائز للنادي طبعا الاول الاهلي، الثاني سبورتنج، الثالث الشمس. اكيد طبعا لحظات مش هتتنسي بالذات، واللي خلى الحقيقه للحظات دي طعم تاني هو حضور الجماهير. والتاني انا باكد احترامنا لكل الجهات، احنا كقناه النادي الاهلي وانا شخصيا يعني باكد على احترامنا لكل يعني مسؤول جوه طبعا اسر كره اليد، من اول المهندس هشام نصر، مجلس الاداره. احنا خالص لم يحصل تجاوز منا في اي شيء، لا قريب ولا بعيد، ولكن احنا كل الاحترام ده التتويج زمان مي وهي بتستلم الكاس وفرحه كبيره. يمكن اللي خلى الطعم الفرحه دي حلوه يا جماعه هو المنظر اللي احنا شايفينه في خلفيه الصوره، جمهور النادي الاهلي وهو بيحتفل مع فرقته. ونسمع جمهور الاهلي بيقول ايه يا جماعه.